يذكر فيه الشيطان فيقولون رضي الله عنه. فإذا قلت لما؟ قالوا حقه، منهج الموازنات يقضي بأن نذكر ما له كما نذكر ما عليه. فإذا قلت وما له؟ يقولون ألم يدل أبا هريرة على قراءة آيات الكرسي إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه؟ نقول فأخذتموها عن الشيطان بإسناد عال؟ نحن إنما أخذناها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لما اعتمدها أخذناها عنه ومنه لا عن الشيطان. وأما أقوام فيستدلون لجواز منهج الموازنات بالشيطان، فهل لنا مع هؤلاء كلام؟ إلى الله المشتكى وعليه التكلان.